72 ساعة تفصلنا عن انقضاء آجال الفصل في ملفات المترشحين للرئاسيات. الأنظار تتجه صوب المجلس الدستوري وماذا سيحمل البيان الصادر عنه من قرارات. كل المؤشرات والمعطيات توحي إلى استحالة تنظيم انتخابات في 4 جويلية نظرا للملفات المودعة لدى الأمانة العامة للمجلس، فمرشحين 2 فقط من أودعوا الملف، وهما اسمان مغمران غير معروفين لدى الرأي العام. عدم قبول ملفات المترشحين الاثنين من قبل المجلس الدستوري، لكن سبقتها خروقات أولى في عملية مراجعة القوائم الانتخابية. أصلا لم تتم هذه العملية في الكثير من الولايات. ضف إلى ذلك عدم وجود أو عدم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والتي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية، يعني هنالك أسباب متعددة لإلغاء هذه الانتخابات. المجلس الدستوري أمام رهان إبقاء الشرعية الدستورية بعد إعلان عدم جدوى إجراء الانتخابات والاجتهاد في نص المادة 103 من الدستور لتفادي الفراغ الدستوري. إذا نظر المجلس الدستوري إلى روح الدستور وليس إلى المادة فقط الحرفية، فيمكن أن يركز على ضمان استمرارية الشرعية، اللي هي انتقال الرئاسة الشرعية من رئيس جمهورية أو رئيس الدولة إلى رئيس منتخب. وفي هذا الحال يمكن أن نلجأ إلى المادة 103 من هذا الباب فقط، ويفتي المجلس الدستوري بإعادة الانتخابات برمتها في أجل 60 يوما. في هذه المدة يستطيع أو يجب على رئيس الجمهورية اللي هو رئيس الدولة الموجود حاليا أن يستدعي الهيئة الناخبة من جديد للقيام لإجراء العملية الانتخابية. ضغط الحراك الشعبي يسقط ورقة رئاسيات 4 جويلية.